أهلا بيكم بعد الفاصل، وهنتكلم عن الفرق بين القدر والنصيب والأخذ بالأسباب، وإن إزاي يكون عندي حلم أقدر أحققه. كل ده هنعرفه من أستاذة منى رضوان، لايف كوتش. أهلا بيكي، اهلا وسهلا، نوراني. اهلا بيك. يعني إيه لايف كوتش؟ طيب، اللايف كوتش او الكوتش عامه بيبقى شخص بيساعدنا ان احنا نقدر نوصل للي احنا عايزينه بطريقه سهله، وبان هو بيسال مجموعه اسئله. اللايف كوتش ما بيقولش رايه، لان احنا بنبقى عندنا ايمان بنقطه ان الشخص كل واحد عارف ايه اللي هو عاوزه، بس بيبقى عندنا شويه لخبطه في دماغنا، فالمعاني بتاعتنا والافكار بتاعتنا. فاللايف كوتش بيساعدنا ان احنا نفك اللخبطه ديت وبمجموعه الاسئله، فنقدر نوصل للي احنا عاوزينه بطريقه سهله. تمام. انا دلوقتي عندي حلم، يعني عايزه احققه، ممكن الحلم يكون كبير او بعيد عليا، ايه الخطوات؟ يعني بعمل ايه عشان احقق حلمي؟ اوكي، طيب خلينا نبدا كده في الاول. انا التخصص اللي انا اتخصصت فيه هو البرفورمانس كوتشنج. هو الفكره في ان انا الاداء بتاعي، اوكي، ازاي احول الحلم بتاعي لاداء لواقع. كتير مننا بيبقى عنده احلام، بيبقى عنده افكار عايز يحققها، اهداف، ولما بيجي يفكر ان هو يحققها يلاقي الموضوع سهل، بس اول ما ينزل على ارض الواقع يلاقي الموضوع ما بقاش زي ما هو كان متوقع. فاحنا دلوقتي بنبدا نفكر ازاي انا بحول الحلم بتاعي لواقع، بحوله لاداء، لحقيقه موجوده. الخطوات اللي بنبدأ بيها، احنا بنقول الأهداف بتاعتنا أو الأحلام اللي احنا بنفكر فيها تكون سمارت. سمارت يعني ذكية، بس كلمة سمارت بتتقسم لـ SMART. S اللي هي specific، المهم ان الحاجة اللي احنا عايزين نوصل لها تكون حاجة محددة. يعني ما جيش اقول انا عايزة ابقى سعيد، لان انا لما بفكر في حاجة عامة ما بتبقاش سهلة قوي بالنسبة لي ان انا اوصل لها. عايزة اوصل لحاجة كل ما بتبقى دقيقة وانا عارف ايه هي بالظبط اللي انا عايزة اوصل له، ده بيساعدني. بيبقى سهل الوصول بالظبط كده، ده بيخليني اقدر اوصل للحاجة ديت بطريقة سهلة، صح كده؟ تمام. ايه achievable؟ حاجة اقدر اوصل لها، اوكي. ما بقاش بحلم بحاجة صعبة الوصول. زي معنى زي السعادة برضو نفسه، لو اديناك مثل، انا عايز اوصل للسعادة، اوكي، فانا معنى السعادة ايه عندي؟ تمام. فانا عايز حاجة ملموسة اقدر اوصل لها تخليني سعيد، لان السعادة ده شعور هيبقى موجود. فبيبقى موجود امتى؟ لما بوصل للحاجة اللي انا عايز اوصلها. فانا بدور ايه الحاجة اللي ممكن تخليني سعيدة، وبعدين ابدأ اشتغل عليها، فلما اوصلها هحس بشعور السعادة. تمام. اوكي، تمام. الخطوات، يعني انا دلوقتي زي ما حضرتك بتقولي انا عايزه ابقى سعيد، ما حدش عايز يبقى غير سعيد يعني. اوكي، فاعمل ايه؟ ادور جوه نفسي، ادور انا مثلا ايه اللي هيوصلني ان انا ابقى سعيد، وابتدي اخدها خطوات واحده واحده. اوكي، ما هي البوينت اللي انا بقولها دي اساس الخطوات. انا لما ببقى عندي الحاجات الموجوده ديت علشان اقدر اوصل لهدفي، ده مهم جدا عشان اقدر ابني عليه خطوات. تمام. لان انا لو بنيت خطوات على حاجه مثلا مش واقعيه، ان انا عايزه، انا اتخرجت النهارده عايزه ابقى معايا مليون جنيه كمان اسبوع، فده مش هيبقى واقعي. فبالتالي مهم بالنسبه لي ان انا اخد بالي من الشروط اللي هو الوقت، واللي هي حاجه تبقى في ايدي، وان هي حاجه تبقى واقعيه وسبيسيفيك يعني دقيقه، انا عارف انا عاوز ايه. الحاجات دي كلها نقدر نقول ان هي اطار ببقى انا حاطه للهدف بتاعي، وبعدين ابدا اشوف الخطوات. وبدايه الخطوات ديت بتكون ان انا لو الهدف بتاعي كبير ابدا اقسمه لخطوات صغيره، لاهداف صغيره، وكل هدف بحققه ببدا احتفل بنفسي، ببدا اشوف الهدف اللي بعده، ايه اللي وقفني في الهدف ده، او ايه اللي خلاني اكمل. هل انا محتاج موارد داخليه، موارد خارجيه، زي ما انت بتقولي بالظبط. ممكن تكون الحاجه جوايا، المعاني اللي انا مكونها على نفسي ممكن تكون قوي بتوقفنا. اوقات انا بفكر ان انا مش هعرف اوصل لده، او ساعات بقول مستحيل، او ده حلم بعيد اوصل له. بالظبط، الكلام ده كله صحيح. عشان كده بنتكلم في ارض الواقع. حد ايوه، بيحلم بحلم هو شايف انه بعيد جدا عليه، هيبتدي ازاي ان هو يصغره الاول في عينين نفسه كده، ان هو يبتدي ياخده خطوه خطوه ازاي؟ اول حاجه هو يفكر ان الحاجه دي طالما هو عاوزها يقدر يحققها. تمام. ما بقللش من قدرتي. تمام. فانا طالما اتاكدت ان الهدف بتاعي دوت في مقدرتي احققه، ببدا خلاص انا من جوايا اخد بالي من المعاني اللي انا بديها لنفسي، هل هي بتوقفني ولا هل هي بتساعدني. لو هي مثلا بتوقفني، ببدا ان انا ممكن الجا لحد يساعدني، زي كوتش او زي مثلا حد لي خبره في الموضوع دوت.
لو انا مش مفيش معاني جوايا، هل هي بس مجرد موارد خارجيه اللي انا محتاجها، فلوس، دراسه معينه، ببدا اكتب الحاجات دي كلها. يعني انا مثلا بجيب زي اجنده او نوته، ودي بتبقى موجوده كتير دلوقتي ايوه متوفره، بالوان صح. وحاجات جميله، بشوف حاجه تكون شكلها مشجع بالنسبه لي وببدا فيها، ابدا اكتب الخطوات اللي انا محتاجها. اول خطوه امتى انا هبدا فيها؟ هل انا محتاج حد معايا ولا انا هبدا لوحدي؟ الحاجة اللي أنا محتاجة أحققها ديت، هل هي حاجة بعيدة ولا هل هي حاجة قريبة؟ ببدأ أخد بالي من العوامل دي كلها. تمام. أوكي؟ اتفضلي. طيب شخص عن شخص بيفرق؟ يعني ممكن شخص يعمل كده وفي شخص تاني ما يقدرش يعمل ده، ولا كل الأشخاص متاح إنها تعمل ده؟ طيب يعني بتفرق معاكي لو يجيلك حد يفرق معاكي ده عنده استعداد وعنده حماس، ولا لا في واحد تاني عنده أفكار بس لا مش عايز يشتغل عليها؟ بصي هقولك حاجة، اللي عنده الحماس يقدر يشتغل، واللي ما عندوش الحماس بيبدأ نشتغل على المعاني اللي عنده ونيته من ان هو يحقق الهدف ده، ونرفع عنده الحتة بتاعة الحماس ويبدأ يشتغل. امتى بقى الناس اللي ممكن يبقى صعب عليها شوية تحقيق لغاية ما يتغلبوا على الحتة دي ويقدروا ان هم يحققوها؟ الاشخاص اللي بيبدأوا يبقى عندهم اهداف بس بلا معنى. يعني احنا بنشوف الناس، في ناس بتبقى بتشتغل، انا نزلت واشتغلت ما عنديش معنى للشغل اللي انا بشتغله، وادائي بروح بقعد وباخد بعضي اروح، وباجي بعد كده اقعد اقول لا ده انا مش عارفه احقق اهدافي. انا لازم ابدا، زي ما انا كنت لسه بقول، انا لازم ابدا اشوف انا عايز احقق ده ليه، وهل ده حلمي ولا هل ده حلم حد تاني. هو ده برضو مهم جدا، ممكن بيكونوا الاهل هم ليهم الاحلام وانا بحققها، هل الاحلام دي انا عاوزه احققها ولا انا بعملها كده وخلاص؟ كل ده بيفرق في الاداء بتاعي. تمام. يعني ممكن واحد يكون بيشتغل شغلانه هو مش حاببها اصلا، يعني عشان الاب عايز كده او الام دكتور مهندس وهو جواه احلام تانية خالص، ممكن يخرج من ده ويعمل حاجه هو بيحبها. ممكن يخرج منه يعمل حاجه هو بيحبها، وممكن يشتغل موازي الحاجه اللي هو بيحبها للحاجه اللي هو فيها، عشان يحقق السعاده اللي هو عايزها. بنقدر نشوف بقى هو ايه امكانياته لده. اوكي، ويقدر يحقق طبعا السعاده اللي هو عايزها. كلنا نقدر نحقق الحاجه. يعني انا بؤمن جدا بفكره ان انا طالما ان في انت جوايا تقدر. طاقه ان انا اقدر فانا اقدر. اوكي، تمام. بس هي الفكره كلها بتفرق من شخص لشخص، ده شايف باصص لفين وده باصص لفين. هل انا باصص للهدف بتاعي والحاجات كلها اللي بمر بيها في طريقي بتعلم منها واخدها علشان خاطر تخليني اقدر اطلع لقدام، ولا بقف مع اول تحدي؟ ما انا لازم افهم ان انا عشان اوصل لاحلامي في صعوبات، بالظبط كده، صعوبات في صعوبات، هتقابلني. في صعوبات هتقابلني ايا كان الحلم ده ايه. نقدر نشوف من انجح الشخصيات اللي موجوده دلوقتي هتلاقيهم اتعرضوا لصعوبات كتيره ومروا بيها، ما وقفتهمش، بالعكس اتعلموا منها وكملوا. هي الحياة بتبقى كده، يعني شوية حاجات بنواجهها وبعدين نتعلم منها ونكمل، بس ما اقفش، ما اجيش بقى اقول لا خلاص انا مش عايز الهدف او ده. مش قادر، او في صعوبات قابلتني. بالظبط كده، لازم مش يبقى في قادر، تحدي. مش قادر، بشوف ايه اللي خلاني مش قادر وليه انا مش قادر. هل هي طاقة؟ هل هي افكاري؟ هل هي ايه هي اللي مخليني، ايه اللي مخليني بقول لنفسي مش قادر؟ واخد بالي جدا من كلامي مع نفسي، لان كلامي مع نفسي هو اللي هيساعدني ان انا اوصل للي انا عاوزه، لا ممكن يوقفني. تمام. في شخص ممكن يكون ما عندوش طموحات واحلام وحاجات زي كده، احنا نخليه يبقى عنده طموحات يعني في دايره، اللي هو موظف رايح الشغل جاي من الشغل بيقبض، ممكن اوكي، انا احوله لشخص يكون عنده اهداف وطموحات وكده، ولا دي بتبقى من الشخص نفسه؟ بصي مفيش شخص ممكن يحول شخص تاني لحاجة، اوكي، الا لو الشخص التاني هو اللي عاوز يتغير او هو اللي عاوز التغيير. هنا انا ممكن اساعده، ممكن اساعد شخص تاني انه يتغير، لكن طالما الشخص التاني مش شايف عنده مشكلة اصلا، هو ما عندوش هدف او ما عندوش حلم او ما عندوش اي حاجة جواه بتحركه ناحية تغيير معين، صعب جدا ان انا اخليه يتغير، صعب جدا. ده وعي مهم جدا عندنا ان احنا ندرك ان انا ازاي اغير شخص هو مش شايف مشكلة من اللي هو فيه. انا ممكن او عيب ان في ناحيه تانية، لكن اغيره لا، لازم الشخص هو اللي لازم يكون عايز التغيير يتغير، يبقى جاي من جواه. جاي من جوه، هو اللي يكون عاوز ده. تمام. طيب جه لحضرتك شخص مثلا بيقولك انا جوايا مثلا حلم كذا حاجه كبيره، اوكي، وهو شخص عادي موظف، او بتقولي له خطوات ازاي ان هو
هو خلاص انا ممكن الحلم ده بكلامنا يقول انا هحقق الحلم ده. طيب يوصل ازاي؟ يعني بتشتغلي معاه على فترات طويله؟ يعني مثلا بتقولي طب روح ادرس كذا وتعالى نكمل، الخطوات اوكي بتبقى ايه؟ اوكي طيب زي ما قلت في الاول خالص، الكوتش ما بيقولش لحد اعمل حاجه، هي مجموعه اسئله بنسالها له، مجموعه اسئله ممكن يكون مثلا منها بيساعد الشخص ان هو يوصل اللي هو عايزه. زي انا بساله الاول عن هدفه، ان هو يكون هدف محدد زي ما احنا قلنا في الاول. خلاص هو عارف هدف محدد قدامه، ببدا اساله الهدف ده انت عايز توصل له امتى، عشان ابدا اخد فكره كله هيقولك في ناحيه أسرع وقت. في اسرع وقت. بدا في اسرع وقت، اسرع وقت ده امتى؟ اسرع وقت ده بكره. انا ببدا اخليه هو مخه مترتب ان انا عايز ابدا بكره. اوقات احنا بنقول انا عايز انجح، اوكي، فهبدا مذاكره بكره، يجي بكره طب معلش بقى بعد المسلسل هقعد اذاكر، ايوه ما هو حقيقي بكره ده مفتوح، انت عمال تأجل. انا عماله اجل. ببدا ادخل مثلا في حاجه زي التسويف، ودي بتعطل الناس عن الوصول لاهدافها. فانا ببدا اساله هتبدا امتى؟ في اقرب وقت. حلو قوي، امتى اقرب وقت ده؟ بكره. بكره امتى؟ بكره لما ارجع مثلا من الشغل هبدا. وببدا اساله ايه اول خطوه هتاخدها؟ ايه الخطوات؟ اوكي، ايه اول اكشن هتعمله؟ فهيبدا يقول لي مثلا انا اول حاجه هعملها ان انا على حسب بقى الهدف اللي هو عايز يوصله، هبدا اكتب الكلام دوت، هبدا اكلم الناس اللي ممكن يساعدوني، لان انا بساله بقول له هل في حد معاك في الهدف ده ولا في انت الحلم لوحدك؟ ده. بيقول لي مثلا لا انا لوحدي، او لا معايا حد لازم هيساعدني، او لا ماشي محتاج مكالمات معينه، صح كده؟ فاهدافنا مختلفه من شخص للتاني على حسب كل شخص جاي هدفه ده بعيد قريب، محتاج وقت قد ايه؟ هل محتاج وقت كبير ولا محتاج وقت صغير؟ محتاج ايه الخطوات اللي محتاجها؟ انا ببدا اشتغل معاه، وهو بيبدا بعد كده يبقى تفكيره مرتب. طب هل انا بشتغل معاه في جلسه واحده ولا في كذا جلسه؟ ده يعتمد برضه على هدفه هو ومدى تقبله للخطوات دي بشكل سهل ولا محتاج فيها شغل كتير مثلا، لا انا محتاج خطوات كتير. وببدا اشوف اتابع معايا طب الخطوات دي ايه اللي وقف فيها وايه اللي تكمل، وهل احنا جربنا قبل كده نوصل لهدف؟ ما اوقات انا ممكن اعرف ان الشخص بيقول كلام لنفسه بيوقفه زي ما احنا قلنا. ايوه حقيقي. فانا ببدا اشوف ايه هي الحاجه اللي بتوقفه، وببدا اساعده انه يتغلب عليها ويعديها ويدخل بقى على الخطوات بجد. تمام. طيب دلوقتي مثلا هو الشخص عايز يجي لحضرتك مثلا ويعمل، هو جواه اهداف بس مش مرتبه، عايز اوكي يجي، دي بتاخد وقت قد ايه او كام سيشن او كده مع بعض؟ يعني بتبقى في صوره ايه؟ بتعتمد على الشخص زي ما كنت بقول لك، بتعتمد على الشخص هو الهدف بتاعه ايه والمعاني اللي عنده ايه، هي دي اللي بتحدد هناخد وقت قد كام ايه الوقت قد ايه. وممكن فاهمة؟ توضحي له لو هو زي ما حضرتك كنت بتقولي ان حلمه كبير وهو متخيل انه صغير، بتوضحي له لا ده انت لازم تشتغل على خطوة كذا وكذا وكذا. هو طبعا بيبقى واضح، انا وكمان انا ببقى معاه من الاول بنفهم مع بعض او بنعمل الديل مع بعض على ان احنا محتاجين نوصل للهدف ده، فبنبدا نشتغل مع بعض ونشوف، واحنا بنشتغل بتبدا تطلع معاني. اي حاجه انا بحققها في حياتي معتمده على المعاني بتاعتي، نظرتي للواقع الخارجي، اوكي، المعاني اللي انا بكونها واللي اتكونت عندي من الصغر. يعني اوقات مثلا شخص ممكن يكون عنده معنى من الصغر ان انا عشان اوصل لهدفي محتاج مساعده خارجيه، ما اقدرش اشتغل لوحدي. ده معنى احنا محتاجين نتكلم فيه، فبيقعد ياخد مننا وقت ان احنا نتكلم فيه. ممكن شخص يكون عنده مثلا معنى معين ان انا لو الموضوع بالنسبه لي صعب، ودي الحته اللي هي بتاعت القضاء والقدر، لا يبقى ربنا مش قاسم لي الموضوع ده، ده نصيب، ده نصيبي، لا خلاص طالما وقف مره او اتنين لا مش خلاص مكتوب لي، ده مش صح مكتوب لي، بيقول او لا انا مثلا اتولدت في اسره بسيطه فمش هقدر يكون معايا فلوس كتير. حقيقي. فالحاجات دي كلها لا انا محتاج اقعد وافكر فيها، محتاج اقعد اساله اسئله، ايه المعنى ده جه منين؟ وهل ده فعلا بيوقف وهل ده ما بيوقفش؟ ببدا اساله مجموعه اسئله اعرف منه. واحنا بقى طالما بنتكلم دلوقتي في الفكره دي، هل فعلا اي حد مثلا عنده ظرف معين فمعنى كده انه ما يعرفش يوصل لهدفه؟ ببدا اشوف الوعي ده ليه، هو الناس اللي وصلت دي ما تعرضتش لمواقف في حياتها؟ هل المواقف دي لما وقفتها قالت خلاص انا مش هقدر اكمل؟ حاولت. وده اللي احنا عارفينه اللي هو السعي، انا بسعى النتيجه دي في الاخر مش بتاعتي، تمام، بس انا بسعى، صح، وسعيي وتمسكي بالهدف بتاعي بيأثر على النتيجه. انا دلوقتي عندي امتحان،
ينفع لو قعدت اذاكر لقيت ان النور قطع اقول لا خلاص ربنا مش رايد ان انا انجح في الامتحان؟ ايوه حقيقي مش ممكن. هتصرف، يا اما هنزل اروح حته فيها نور، احاول يا اما هستنى اما النور يجي واكمل. هفضل احاول واشوف ايه الحلول، وده بيساعد مخي بعد كده. يعني انا لما بوصل لهدف بشكل معين خلاص بيساعد مخي بعد كده ان انا بسلك سلوك اخر، انا اتغيرت في طريقه تفكيري، انا خلاص بقيت افهم ان الحاجات او الضغوطات او الصعوبات اللي بمر بيها ما هي الا طريقي لان انا اوصل لحاجه، ما بقتش بتشكل لي مشكله المره اللي بعدها. اول مره احس ان انا ستريس دي ولا او ازاي ومش عارف ايه، بعد كده خلاص انا مخي بقى بيبقى مرتب، فباجي بعد كده الاقي لا ده انا الموضوع ده مش هيوقف، ايه الحل البديل؟ ببدا افكر، بدل ما انا افكر في خطه فكر في خطه واثنين وثلاثه، فما بيحصليش الضغط العصبي اللي بيحصل لي لما بواجه موقف. طيب في هنا مثلا دلوقتي شخص، هي دي نقطه كويسه جدا لان الواحد بيقابل ناس كتير بتتكلم في حته القدر والنصيب، ان ده نصيبي وان انا لو ليا نصيب هيجي لي لحد عندي، فدي نقطه كويسه ان انا امشي الخطوات دي لان ممكن ده اصلا يكون نصيبي، يعني الخطوات اللي انا بمشيها دي هي دي اصلا نصيبي. فدي نقطه برضو كويسه احنا وضحناها ان الفكره مش في القدر والنصيب وان انا انام بقى ومستني الحاجه جايه. تمام. طيب احنا هنا دلوقتي انا عايزه من حضرتك نصيحه لكل الشباب اللي بيتفرجوا علينا، يبتدوا ازاي؟ عشان للاسف وقت فقرتنا انتهى. اوكي تمام. البدايه بتبقى من جوانا، ان انا ما اقولش لنفسي انا ما اقدرش. اوكي، ابدا اشوف ايه الطرق اللي انا ممكن اعملها علشان خاطر اوصل لهدفي. كلنا نقدر نوصل لاهدافنا، بس اهم حاجه ان احنا ناخد خطوه ونبدا. تمام. للاسف وقت حلقتنا انتهى. انا مبسوطه ان انا كنت معاكي، وان شاء الله تنورينا تاني باذن الله. اعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا وان شاء الله الى لقاء جديد. سلام عليكم.